تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بالأمن السيبراني كأحد الركائز الرئيسية في المنظومة التقنية، حيث أن اقتصاد مملكة البحرين وازدهاره يعتمد اعتماداً كلياً على أمن البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. نعم، وتتمتع مملكة البحرين بإطار وطني واضح المعالم في مجال الأمن السيبراني بهدف حماية مصالحها في الفضاء السيبراني ومعالجة التهديدات السيبرانية وتقليل المخاطر المرتبطة بها. تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً لعالم الفضاء السيبراني والاتصالات، لذلك تم تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني ليصبح الجهة المعنية في مجال الأمن السيبراني للسعي إلى توفير فضاء إلكتروني آمن في مملكة البحرين عن طريق وضع معايير الحوكمة الفعالة لتنفيذها وتوفير وسائل الدفاع والمراقبة والاستجابة للهجمات الإلكترونية، فضلا عن نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات. وخلال عام 2020 قام المركز الوطني للأمن السيبراني وإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والتي ارتكزت على التطوير المستمر لسرعة الاستجابة وتدريب وأعداد الكوادر الوطنية ودعم العمليات والمتابعة والرصد والتطوير المستمر للأنظمة واللوائح. تهدف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني إلى حماية المنظمات التي تقدم الخدمات الأساسية للأمة مثل النفط والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية والمالية، وإنشاء نهج شامل للحوادث التي تواجه كل من القطاعي العام والخاص، بالإضافة إلى تطوير قانون إلكتروني يتبع المعايير الدولية لمكافحة الإجرام الإلكتروني وضمان مصدر دائم للخبرة والحلول لدعم خطط البنية التحتية المرنة والفضاء السيبراني الأكثر أمانا والحفاظ على ثقة المواطنين في الأنظمة الإلكترونية، بالإضافة إلى إقامة تعاون دولي لمواجهة التهديدات السيبرانية. بعد هذا التقدم المشهود، لا تزال مملكة البحرين تعمل بجهد متواصل لحماية البنية التحتية لتقنية المعلومات والأصول المعلوماتية على المستوى الوطني لضمان استمرار تقديم المصالح والخدمات الجوهرية للمجتمع وحماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر والتهديدات السيبرانية.